لا يشكل الحديث عن وحدة المسار والمصير بين الإمارات والسعودية رفاهاً سياسياً وإعلامياً ومجرد كلمات، فالشواهد الماثلة لم يعد بإمكان أحد إنكارها باستثناء جاحد وحاقد لا تعجبه العلاقة بشكلها الاستراتيجي والأخوي بين البلدين. الكتف على الكتف والزند بجوار الزند لرجال أقسموا على حماية الوطن بالروح والدماء، لكن للوطن عند هؤلاء تعريفاً أوسع من الحدود التي يعرفها العالم. فالجندي الإماراتي والسعودي كما يتشاركون الجغرافيا، ها هم يتشاركان جبهات القتال ويذودون عن الحق معاً. فحين يقع جندي إماراتي في اليمن شهيداً، يغطيه جندي سعودي بعلم المملكة ويفتح صدره للعدو ثأراً حتى وإن سقط بجواره. وعندما يرى أبطال الإمارات حوثياً إرهابياً يطال غدره أرض المملكة، يهب غاضباً غير آبه بالموت لقطع اليد التي تطال السعودية بغدر. فاختلط الدم بالدم ورسم خارطة النصر الذي أقسم عليه الجنود في غرف العمليات المشتركة التي لا تمييز فيها بين ضابط إماراتي وآخر سعودي، فالكل هنا بهدف واحد ومشترك تحت سقف وطن يمتد من رأس الخيمة مروراً بدبي وأبوظبي والرياض ونجران وجازان وصولاً إلى اليمن. مئات الشهداء من السعودية والإمارات تناوبوا على ريتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وكلما اشتد وقع المعارك زادت العزيمة، فيشد جنود سلمان من عضد عيال زايد ويهبون معا لساحات الوغى، وفي زنودهم أمانة حملهم إياها شعب البلدين، فكانوا عند حسن الظن مخلصين للنصر أو الشهادة. العلاقة السعودية الإماراتية دخل فيها اليوم ما هو أقدس من كل أنواع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية، الشهداء والدماء، وهو ما يعطي رسالة شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه بأن يعبث بساحة هذه العلاقات التي اعتنقها الإماراتيون والسعوديون كعقيدة لا يمكن الكفر بها.